سعد الله صباحكم أخواتي إخواني في الطقس ده هذا النهار إن شاء الله. الحال غادي يبقى مغيم ولا ما بين غيم وصفاء في النواحي اللي في شمال الخط في جيج أسفي، ومغيم شوية ولا غالب في الصفاء في السواحل ما بين طنطان والعيون. أما في المناطق الأخرى الحال صافي ومشمش، وغادي يزيد اشتوات الخير في شمال الخط شفشاون مولاي بوسلهام. الريح غادي يصوت غربي في عامة النواحي، والقوة ديالو طالعة ومجهدة شوية في اللوكوس دكالا عبدا والمنطقة الشرقية وبالخصوص في السواحل الصحراوية. الرطوبة في الجو متوسطة ولا طالعة شوية لما بين 50 و 75% في النواحي الساحلية، وقل من 50% في المناطق الدخلانية والجنوبية. الحرارة وسط النهار غادي تعاود تعتدل بالخصوص في النواحي الجبلية اللي كانت فيهم هابطة البارح، 12 درجة في الأطلس المتوسط، 18 درجة في اللوكوس، 19 درجة في سايس عبدة وناحية تادلة، 21 درجة في الشاوية الحوز تافيلات والمنطقة الشرقية، 22 درجة في الغرب دكالة الريف والذهب، و 23 درجة في سوس درعا والساقية الحمراء. إذن الحال مازال غادي يبقى مغيم وفيه اشتوات الخير في النواحي الشمالية، الريح فيه غربي ومعتدل عامة في القوة ديالو، الرطوبة متوسطة ولا هابطة، والحرارة معتدلة وسط النهار في جل المناطق. وهذا الطقس موالم للغرس ديال الشجر بالنسبة لكل الإخوان الفلاحة اللي ناويين يغرسوا شجر الفواكه بالخصوص في النواحي الشمالية والقريبة من الجبال، لكن خاصهم يوجدوا لهم كل ما خاصهم من غبار بلدي وأسميدة اللي خاصهم يتخلطوا في الحفرة فاش غادي يغرسوا، وهذا الشيء كله على حساب التحليلات ديال التربة اللي خاصهم يديروهم من قبل، وإن شاء الله بالتوفيق والله يزيد رحمنا.